أعزائي المشاهدين، أبنائي طلبة الصف الثالث الثانوي العلمي، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في سلسلة ندواتنا التعليمية لهذا اليوم. ندوتنا لهذا اليوم للصف الثالث الثانوي العلمي لمادة الرياضيات بعنوان الجذاء السلمي. أبنائي الطلبة، يسرني أن أرحب بالضيوف الكرام، الأنسة سوزان حناوي مدرسة في تربية القنيطرة، أهلا أستاذ، والأستاذ روال الندور مدرس في تربية دمشق. أهلا وسهلا بكم. أبنائي الطلبة، الجذاء السلمي مفهوم حديث، نأمل من أبنائنا الطلبة أولا إحضار الورقة والقلم والمشاركة وأغناء هذه الندوة بالاتصال على الإذاعة. أبنائي الطلبة، الجذاء السلمي إنه مفهوم حديث نسبيا، يعود إلى القرن الثامن عشر، وظهر في الفيزياء قبل الرياضيات، والحديث عن عمل قوة تنتقل على مسار، ثم دخل علم الأشعة ليعطي أداة هندسية إضافية لدراسة التعامد والإسقاط القائم، وسرعان ما تطور وأصبح أكثر تجريدا على يد رياضياتين من في نهاية القرن التاسع عشر مثل جارسمان وهلبرت وغيرهما. ستقتصر دراستنا على المفهوم الهندسي البسيط وتطبيقاته المباشرة، ولكن قد يبدو من المفيد أن تعلم أننا في يومنا هذا ندرس فضاءات الأشياء التي يمكن تعريف جذاء سلمي عليها. يفيد هذا المفهوم في تعريف المسافة. للحديث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع والدخول في عمق هذا المفهوم، أستاذ روال، ما هو تعريف الجذاء السلمي؟ الجذاء السلمي له عبارات مختلفة. نعم. وكل عبارة تصلح أن تكون تعريف للجذاء السلمي. الجذاء السلمي أولا هو العدد الذي يحسب بالعلاقة الآتية. الجذاء السلمي ليو ضرب في لشعاعين هو العدد الذي ينتج من نظيم يو زائد في للتربيع ناقص نظيم يو للتربيع ناقص نظيم في للتربيع، وبنضرب بنص، فالعدد الناتج من هالعلاقة هو بيكون مين؟ الجذاء السلمي. إذن هذا العلاقة العامة. هي العلاقة العامة. نعم. ولدينا عبارات أخرى تمكننا من حساب الجذاء السلمي. العبارات الأخرى ممكن نستعمل العبارة الآتية اللي منوظف فيها نظيم الشعاع يو في نظيم الشعاع في بكوساين الزاوية ما بين الشعاعين يو وفي، وهي عبارة أيضا تعطينا عدد يسمح لنا بحساب الجذاء السلمي. وهذا أعطينا الجذاء السلمي باستعمال أشعة، باستعمال العبارة، باستعمال المركبات. عندما نعطى مركبات الشعاعين يو إكس واحد واي واحد زد واحد و في اللي هو عبارة عن إكس اثنين واي اثنين زد اثنين، عندئذ عبارة الجذاء السلمي يو ضرب في تساوي إكس واحد بإكس اثنين زائد واي واحد بواي اثنين زائد زد واحد بزد اثنين. هاي العبارة الثالثة اللي بتعطينا عبارة تسمح لنا بحساب الجذاء السلمي باستعمال مركبات الشعاعين. وفي عنا عبارة أخرى، عبارة الإسقاط القائم. نعم. الإسقاط القائم أداة بتفيدنا بحساب الجذاء السلمي، خاصة إذا كان لدينا شعاعين مثلا بتلك الوضعية. الورقة على الأستاذ. نعم. إذا كان عندنا شعاعين بتلك الوضعية، جذاء يو ضرب في، بنلاحظ الشعاعين هالعبارات من الصعب استعمالها بتلك الحالة. نعم. فعندئذ فينا نستعمل العبارة الآتية، جذاء يو بفي
ناخذ استقامة أحد الشعاعين وبالإسقاط القائم للشعاع الآخر على تلك الاستقامة، ويكون الإسقاط عمودي، وهي من مهمات الجداء السلمي اللي هي الإسقاط القائم، وبيعطينا أداة قوية في حساب الجداء الجداء السلمي. فبصير عندنا المسقط القائم للشعاع يو على استقامة الشعاع في هو شعاع كي مثلا، عندئذ بيتحول لدينا الجداء السلمي ليو ضرب في للجداء السلمي لكي ضرب في. هون بالطبع صار عندنا شعاعين متعاكسين على نفس الاستقامة، والزاوية بيناتهم هي 180 درجة. أستاذي نعتذر عن هذه المقاطعة، ولكن لدينا مشاركة من عبد الرحمن من حمص. نعم يا عبد الرحمن. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا عبد الرحمن. أنا بس عندي مسألة بالبحث الجداء السلمي. نعم. هي رقم 5. المسألة رقم 5 في الجداء السلمي في بحث الوحدة الثانية. الجداء السلمي أستاذ أولي حبذا لو وضعت لنا المسألة على نعم هذه هي المسألة. أستاذ عبد الرحمن أقرأ لنا النص. في معلم متجانس لدينا نقطة نعم 3 ناقص 1 2 إحداثياتها نعم، والمستويات بي وكيو اللي معادلة المستوي بي هي 2 إكس ناقص واي زائد زد ناقص 4 يساوي 0 نعم، ومعادلة المستوي كيو هي X زائد Y زائد 2 زائد ناقص 5 يساوي 0. عمل لي هون أثبت تقاطع المستويين B و Q، أحسب بعد النقطة A عن D الفصل المشترك طيب لهما. يا عبد الرحمن هل المشكلة في المسألة كاملة أم في جزء منها؟ هل إثبات تقاطع مستويين أستاذ عندنا بالمدرسة أعطانا إياه، هو فكرته بسيطة يعني. كيف أثبت التقاطع؟ علمنا الأستاذ أنه بنوجد النوازم تبع المستوى الأول المستوى الثاني نعم، بعدين بنشوف إذا كانت مركباتها متناسبة أم لا. هلا هون مركبات غير متناسبة طلعوا المستويين متقاطعين تماما. إذا أنت توجد بعد نقطة عن فصل المشترك ما أخذنا يعني فكرة معقدة شفتها أنا تماما. لتابع مع الأستاذ روال حول هذه حول هذا الموضوع، وأريدك إغناء هذه الندوة بالمشاركة وليس نحن نريد أن نعطي الحل. تفضل أستاذ روان. إذا في عندنا مشكلة بأحسب بعد A عن المستقيم دي إذا يا عبد ما؟ إيه تمام أستاذ. طيب إذا طلعنا على الرسمة اللي قدامنا بنلاحظ عندنا هدول المستويين B و Q. تمام. وعندنا النقطة A. شايفة للنقطة A؟ شايفة. طيب هلأ النقطة A نحن رسم تخيلي هون، هل من الممكن أن تقع A على الفصل المشترك؟ ما بعرف، ممكن تطلع ممكن لا. طيب كيف بدنا نعرف أنه هالنقطة تقع على الفصل المشترك ولا لا؟ كيف؟ لأنه إذا عرفنا أنه إذا كانت تقع على الفصل المشترك معناتها صارت عنا النقطة بعدة عن المستقيم شو بيكون؟ إذا توقع على المستقيم فهي ما بعيدة عنه يعني صفر. صفر معناتها انحلت المسألة تماما. طيب وإذا ما وقعت على الفصل المشترك؟ إذا ما وقعت ما بعرف ما ممكن. معناتها بدنا نقيس بعدها. أخطر لي فكرة. معناتها بدنا نقيس بعدها. طيب كيف بدنا نقيس بعدها عن الفصل المشترك؟ أو كيف بدي يتحقق من إنه النقطة تقع على الفصل المشترك أو لا تقع يا عبد؟ بكل بساطة إذا أخذنا إحداثيات هالنقطة وعوضناها بمعادلة المستوي الأول، عوضها عندك بمعادلة المستوي الأول اللي هو البي. معادلة المستوي الأول بيطلع معي 6 زائد 1 زائد 2 ناقص 4 5 لا يساوي 0، معناها لا تنتمي للمستوي. طيب بي نعوضها كمان بالمستوي كيو 3 ناقص 1 زائد 4 ناقص 5 يساوي 1 كمان لا يساوي 0، معناها النقطة ما أنا بالمستوي كيو ولا بي. طيب إذا ما أنا بالمستوي كيو لا أنا بالمستوي بي شو معناتها؟ معناتها غير مشتركة، معناتها شو اسمه؟ معناتها ما أنا بالفصل المشترك. برافو عليك، لأنه الفصل المشترك شو هو؟ هو النقاط المشتركة بين يا عيني عليك، فطلعت معنا هالنقطة ما أنا مشتركة بالمستويين فهي ليست من الفصل المشترك. إذا هلا جينا عند المشكلة الثانية بدنا نحسب بقى الآن بعد النقطة A عن الفصل المشترك.
طيب إذا عيننا المسقط القائم للنقطة A على الفصل المشترك، تعرف شو هو المسقط القائم؟ مسقط القائم إنه بننزله مستقيم عمودي من النقطة على المستقيم. تمام. إذا سمينا إذا فرضنا هالمسقط القائم هاي المستويين وهذا الفصل المشترك، هاي النقطة A. إذا أسقطنا عمود فبيطلع معنا المسقط A فتحة. هلأ إذا عرفنا إحداثيات A فتحة بنكون نحسب المسافة ما بين A و A فتحة، فبيكون هو البعد عن الفصل يعني المشترك. كأنه جبنا مثل متر وقسناها المسافة. يا عين عليك يا عبد. تماما. هلأ بتبقى عنا اللعبة تبعنا إنه شلون بدنا نعين إحداثيات النقطة A فتحة برأيك؟ الـ A فتحة أنا شايفها مشتركة بين المستويين. يا عين عليك، هي مشتركة بين المستويين. إذا فرضنا إحداثياتها لـ A فتحة، إذا فرضنا الإحداثيات A و B و C باعتبارها على الفصل المشترك، معناتها هي تقع على المستوي P. تمام. إذا وقعت على المستوي P شو يعني؟ معناتها إذا عوضناها لازم يطلع صفر. معناتها إذا عوضناها لازم يطلع صفر، شو بتصير معنا؟ بتصير 2 A معناتها 2 A ناقص B ناقص B زائد C زائد C ناقص 4 يساوي صفر. هلا بدنا كمان تقع على المستوي Q كمان. A معناتها بدها تصير معنا A زائد B زائد B يا عيني عليك زائد 2 C زائد 2 C ناقص 5 ناقص 5 يساوي صفر. رح نلاحظ طلعت معنا معادلتين بثلاث مجاهيل اللي هن A و B و C. تماما. شو بدنا نساوي هلا؟ بدنا معادلة ثالثة. معادلة ثالثة منين بدنا نجيبها؟ منين بدنا نجيبها هي المعادلة الثالثة؟ إذا طلعنا إذا أخذنا الشعاع A فتحة مانو عمودي على الفصل المشترك، معناتها إذا استطعنا إيجاد شعاع توجيه للفصل المشترك دي رح نسميه يو مثلا، معناتها بصير عنا إذا بناخد الشعاع يو بنضربه بالجداء A فتحة لازم يعطينا قليلا وراء قليلا وراء لا حول على. تمام. ايه. نعم. هلأ بدنا نكتب هالعبارة بلغة الإحداثيات. الآ معنى إحداثياتها، إحداثيات الآ حسب نص التمرين هي معنى ياها ثلاثة ناقص واحد اثنين ناقص واحد اثنين. بيبقى علينا مشكلة الشعاع يو، منين بدنا نجيب هالشعاع يو؟ الشعاع يو لاحظ يا عبد انه عندنا الشعاع يو هو شعاع توجيه للفصل المشترك. وهلا انت ذكرت لي بأول الحلقة انه الفصل المشترك مجموعة نقاط مشتركة بين المستويين. اذا اخترنا نقطة X مثلا صفر. صحيح. اذا اخترنا نقطة X مثلا B مثلا، هاي النقطة B تقع على الفصل أيوة. المشترك. شيك نختار اختيارية استاذ؟ ايه. شلون ما كان؟ لا مو هي نقطة، هو الفصل المشترك مجموعة غير منتهية من النقاط. تمام. ولنحصل على شعاع توجيه يا عين عليك حيلا نقطة منهم، فبدنا نحن نقطة ثانية كمان رح نسميها سي مثلا. طيب كيف بدنا نوجد إحداثياتهم أستاذ؟ هيك بس نحطهم على الرسم؟ يا عين عليك، أنت قلت لي هلا بالأول كلمة كثير حلوة، قلت لي إنه الفصل المشترك مجموعة النقاط المشتركة بين المستويين، معناتها النقطة بي هي تقع على المستوي الأول وتقع على المستوي الثاني. فإذا فرضنا إحداثيات بي هي X Y Z، هي تقع على المستوي الأول فهي تحقق معادلته، معناتها 2X زائد أو 2X عفوا ناقص Y زائد Z ناقص 4 تساوي صفر، والثاني
بدها تكون واي اكس زائد واي زائد 2 زد ناقص 5 يساوي الصفر. الصفر هدول المعادلتين. هلا بتلاحظ هاي المعادلتين فيهم ثلاث مجاهيل، وباعتبار عنا المستوي المستقيم عدد غير منتهي من النقاط، فإذا أعطينا قيمة اختيارية لإكس مثلا قيمتها صفر على سبيل المثال. هيك من عنا أستاذ بنعطي قيمة؟ إيه بنعطي قيمة من عنا على اختيارية. طول هيك بنطبق يعني هون بحاجة معادلتين؟ إيه معادلتين على طول هي بنعملها، ليه؟ لأن عنا المستقيم مجموعة غير منتهية من النقاط، عدد لا نهائي من النقاط، فإذا اخترنا قيمة ما إكس تساوي صفر، فرح نحصل هون بهالمعادلتين هدول اللي عم نشتغل عليهم، رح نحصل على هون اذا بتصير عندنا هي صفر، فبتصير ناقص واي زائد زد ناقص 4 تساوي صفر، وزائد واي زائد 2 زد ناقص 5 تساوي صفر. هدول اذا حليناهم حل مشترك، هدول حل مشترك لمعادلتين بمجهولين بنعرفهم، ما هيك يا عبد؟ ايه مزبوط اخذينهم. هدول فيك تذكر لنا شي طريقه كنا نحل فيهم هالجمله المعادلتين؟ في الحذف بالتعويض، في الجمع. صحيح صحيح، في الحذف بالتعويض يعني او بالجمع. هون نروح الواي مع الواي بالطرف. يلا فيك تطلع لي قيمه زد مثلا اللي هون من عندك يا عبد؟ اذا طرحنا المعادلات بيروح واي مع واي، اذا جمعناهم جمعنا المعادلتين المعادلات بيروح واي مع واي، بصير معنا 3 زد 3 زد ناقص 9 يساوي 0. ناقص 9 يساوي 0 معناتها قيمة الزد والمعاني من الطرف. يا عين عليك، قيمة الزد بدها تصير عندنا جوابها قد ايه؟ 3. 3 مرة نعوض الزد تطلع معنا. برافو عليك، إذا عوضنا الزد عوضنا إياها بشي وحدة يا عبد. إذا قلنا الزد 3 فناقص واي زائد 3 ناقص 4 ناقص واي ناقص 1، يعني بتطلع معنا الواي هون ناقص 1. يا عين عليك، معناتها صارت عندنا هلا إحداثيات النقطة بي بالنسبة لإلنا صارت إكساتها صفر، وياتها ناقص واحد، والزيت شو هو؟ ثلاثة. هلا هيك حصلنا على نقطة أولى من المستقيم دي. هلا بدنا نقطة ثانية. تمام. شو بدنا نطلع نقطة ثانية برأيك؟ نطبق نفس الطريقة المفروض. خذ لنا قيمة يعني لإكس. لازم شو اشتغلت أول شيء؟ أول شيء. أخذنا قيمة إكس تساوي صفر. بعطيها واحد. أعطيها واحد. يلا احسبها من عندك يا عبد واعطيني النقطة. هلا إذا عوضتها واحد فبتطلع معنا ناقص واي زائد زد ناقص 2 يساوي صفر، وعندنا المعادلة الثانية بدها تطلع معي اكس زائد 2 زد ناقص 3 يساوي صفر. إذا جمعناهم بيطلع معي هون، عم حلها على الورقة أستاذ دقيقة. يلا عملك حبيبي، يلا عملك. إذا فكرة العمل هي أن حساب نقطتين من هذا الفصل المشترك ولها عدد غير منتهي من واي الحلول. واي طلعت صفر أستاذ. نعم. نعوضها. سي. دقيقة. يلا معك عمهلك حبيبي يلا. تماما. إذا إذا لها عدد غير منتهي من الحلول. صحيح. فنحصل على نقطتين، وهذه النقطتين هي عبارة عن شعاع التوجيه. توجيه للمستقيم. طلعت معي اثنين. طلعت. شو طلعت معي واحدة؟ يلا يا عبد أنا ناطرك. طلعت معي النقطة أستاذ، فرضت الإكس واحد يعني واحد، واحد. طلعت الواي صفر. صفر. والزد اثنين. والزد اثنين، معناتها هلا صار عندنا شعاع التوجيه يو للمستقيم هو الشعاع نفسه مين؟ بي سي. أيوه تمام. والشعاع بي سي شلون بنحسبه؟ النهاية ناقص البداية. يا عيني عليك، يعني فيك تنقلني إياها بسرعة؟ واحد ناقص صفر واحد. واحد ناقص صفر واحد. ناقص واحد واحد. واحد. اثنين ناقص ثلاثة ناقص واحد. ناقص واحد. هيك بنكون حصلنا الشعاع يو. معناتها هلا صاروا عنا اذا بنتذكر صار عنا بدنا نشكل الشعاع ا فتحة بيو اللي هو نفسه صار عنا ا فتحة بدها تصير معنا اي ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة اي ناقص ثلاثة معناها بي زائد واحد وسي ناقص اثنين مضروبة. طرحنا النهاية ناقص بداية. يا عيني عليك، والشعاع يو هو نفسه البي سي، فصارت عنا بواحد واحد ناقص واحد. هلا إذا حسبنا جداء السلمي هون باستخدام العبارة الثالثة معنا يا هذا واحد بتصير معنا A ناقص ثلاثة A ناقص ثلاثة زائد B زائد واحد B زائد واحد
ناقص سي زائد 2. يا عين عليك. فمنلاحظ هون هالجداء السلمي شو لازم نحطه يساوي؟ فتحة صارت. لأنه شرط التعامد هذا يساوي الصفر. مزبوط. فصارت عنا المعادلة الثالثة شو صارت معنا؟ زائد بي ناقص سي يساوي الصفر. صارت زائد بي ناقص سي يساوي الصفر. مع المعادلتين الأولانيات تمام. تبع المستوي اللي هن كانوا معنا اللي كتبناهم أول شيء 2 آ ناقص بي زائد سي ناقص 4 تساوي الصفر، والمعادلة آ زائد بي زائد 2 سي تساوي 5 ناقص 5 تساوي الصفر. هاي المعادلات الثلاثة اللي طلعوا معنا بدنا نحلهم مع بعضهم. يا عبد الرحمن، هل حل جملة ثلاث معادلات نستطيع أو قادر أنك تصل للحل؟ تماما، حل هذه المعادلات الثلاث فتحصل على قيم A و B و C، وبالتالي نحصل على قيمة A فتحة، نحصل على A فتحة، ومنه حساب الطول A فتحة باستعمال دستور المسافي. تماما. نعم. يصير معنا الآ والآ فتحة. نعم. ومنطبق دستور المسافة. نعم. بيطلع طبعا. معنا بعد النقطة عن الفصل المشترك. شكرا لك عبد الرحمن و... يعطيك العافية. شكرا لك ومشاركة جيدة، وهي مسألة في غاية الأهمية. هي مسألة هوية. نعم. وهي ليست من المسائل السهلة. تماما. صحيح. نتابع مع الأنسة سوزان في هل هناك قواعد في حساب الجداء السلمي؟ نود أن تذكر لنا بعض القواعد هذه الحساب أجداء السلم. تفضل أنسة. نعم أستاذ، القواعد مذكورة بالكتاب على شكل مبرهنة. نعم. نكتب أستاذ لو سمحت. نعم. الجداء السلمي هو عبارة عن عملية تبديلية، فإذا أنا عندي يو ضرب في فبيطلع هو ذاته في ضرب يو. تماما. الجداء السلمي توزيعي على عملية الجمع أو الطرح طبعا. إذا عندي يو بدي وزعها على V زائد W فبيعطيني يو ضرب V زائد يو ضرب W. وطبعا كمان إذا كان عندي يو زائد V ضرب W فكمان بقدر وزع وبحصل على يو ضرب W زائد V ضرب W. كما أنه إذا كان A و B عددان حقيقيان فإن A U مضروبة بال B V تعطينا A B جداء طبعا يو ضرب في، يعني بضرب الاعداد مع بعض والاشعة يو بي في مع بعضه. تمام. جداء سلمي. انسى هذه المبرهنة في ما هو رقم صفحة باي رقم؟ المبرهنة مذكورة عنا بالصفحة 52. اذا هذه المبرهنة بالصفحة 52. اذا هناك قواعد في حساب، اذا كان الجداء السلمي بشكل غير مباشر لشعاعين او لا توجد زاوية بينهما يمكن تطبيق احدى هذه يعني عمليات مساعده. تماما. استاذ روال، ما هو الهدف من دراستنا للجداء السلمي؟ لماذا ندرس الجداء السلمي؟ الجداء السلمي اداه قويه كثير ساعدتنا. نعم. بمسائل تتطلب التعامد، مسائل. نعم. الاسقاط القائم. نعم. تعمل حساب المسافي. تماما. وتوظيفاتها كثير. لدينا مشاركه ايضا من قتيبه ايضا من حمص. نعم يا قتيبة. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا قتيبة. بس عندي مشكلة بالمسألة السادسة صفحة 67. المسألة السادسة صفحة 67. افتح لنا الكتاب أستاذ صفحة 67. نعم. أي تقاطع مستقيم مع مستوي. ما أقرأ لنا من نص المسألة يا قتيبة. في معلم متجانس. نعم. O I J K. تماما. نتأمل نقطتين. نعم. A 2 ناقص 1 0. تماما. B ناقص 1 3 5. نعم. والمستوي B الذي معادلته B 2 X ناقص 3 Y زائد Z ناقص 5 تساوي 0. تماما. ما هي المشكلة في هذه المسألة يا قتيبة؟ أين وجدت المشكلة؟ بس أنه يعني أنا أول شيء طلعت المعادلات الوسيطية لـ A و B. نعم. بس ما عرفت شلون أكمل. طيب. حبذا لو تتابع مع الأنسة سوزان، تابع معها وحضر الورقة والقلم كي تتابع معها بشكل دقيق. نعم تفضل الأنسة سوزان. يا قتيبة، مطلوب منا بدنا نثبت تقاطع المستقيم مع المستوي. تمام.
لإثبات التقاطع يجب أن نثبت أنهما غير متوازيين. تمام. كيف نحن من أثبت توازي مستقيم مع مستوي؟ بده يكون مستقيم بوازي الناظم. بده يكون الناظم تبع المستوي بعامد الـ AB مع الموجه تبع المستقيم. نعم الـ AB متعامدان. طيب هلأ أنا بدي أنفي التوازي، يعني لازم يكون الشعاعين غير متعامدين. تمام. فالجداء السلمي لهما لازم لا يساوي الصفر. تمام. معناته أنا هلأ شو رح أخذ؟ ناظم المستوي. ما هو ناظم المستوي؟ ما هو الناظم؟ هو 2 وناقص 3 1 اللي هو N. نعم. تماماً. نعم. والشعاع AB بنركب كمان شعاع؟ الشعاع AB اللي هي ناقص 1 ناقص 2 بده يطلع ناقص 3. جيد. نعم. و3 ناقص 1 ناقص ناقص 1 بده يطلع 4. نعم. و5 ناقص 0 5. تمام. هلا هيك انا صار عندي شعاعين ال N وال AB، نعمل لهم جداء سلمي. تمام. AB ضرب U. حط لنا AB ضرب U. بيعطينا يا قتيبة 2 بناقص 3 بده يطلع ناقص 6. نعم. وناقص 3 ب 4 بده يطلع ناقص 12. نعم. و1 ب 5 بده يطلع زائد 5. تمام. زائد 5، المجموع ناقص 13. ناقص 13. لا يساوي لا يساوي الصفر، ما تحقق شرط التعامد، فهما غير متوازيين. فإذا نعم المستقيم لا يوازي المستوي، فإذا هو شو؟ قاطع. تمام. تمام. هلأ هيك نحن بنكون أثبتنا الجزء الأول من السؤال، المستقيم يقطع المستوي. تمام. طيب هلأ بدنا نحصل على نقطة التقاطع. ايه. نقطة التقاطع رح نفرض أنه أحداثياتها ABC. تمام. للحصول على ABC علينا تشكيل معادلات. تمام. اللي هي النقاط A وB وC تقع على استقامة واحدة. اي تمام. تمام، لأنه نقطة التقاطع هي نقطة من المستقيم AB. تمام. تقع على استقامة واحدة، هذا يعني ارتباط خطي للشعاعين AB وAC. اي تمام. ما هو AC يا؟ الAC هو الشعاع بين النقطة A والنقطة C اللي هي مشتركة. تماما. تمام. اعطينا الشعاع ابي. مركب الشعاع اسي. مركبات الشعاع ابي ومركبات الشعاع اسي. نعم يا قتيبة. مركبات الشعاع ابي هي معنى اياها كان ناقص 3 و4 و5. تمام. والاسي هي a ناقص 2 وبي ناقص وبي زائد 1 بي زائد 1 وسي وسي واسي. تمام. تمام. هلا الشعاعين AB وAC لازم مرتبطان خطيا. تمام. يعني وجود عدد حقيقي K يحقق ان AC تساوي K بAB. تمام. طيب بنعوض مركبات، معناته A ناقص 2 B زائد 1 وC. تمام. وعند الAB بنضرب بالعدد K ناقص 3K 4K و 5K. من تساوي شعاعين نستنتج ثلاث معادلات. تمام. A ناقص 2 تساوي ناقص 3K، B زائد 1 تساوي 4K، و C تساوي 5K. تمام. طيب هلا هيك أنا صار عندي أربع مجاهيل A و B و C و K، فأنا بحاجة لمعادلة رابعة. أيوة. النقطة C تحقق شرط آخر وهو انتمائها إلى المستوي. فإذا هي تحقق معادلة المستوي. بنعوض إحداثيات السي بمعادلة المستوي، فنجد A ناقص 3B زائد C ناقص 5 تساوي 0. تمام. هلا هيك أنا صار عندي أربع معادلات، المطلوب هو الحل المشترك. تمام. نعوض المعادلات الثلاث الأولى في المعادلة الأخيرة. أي تمام. فنحصل على ماذا نحصل يا قتيبة؟ سي بتطلع 20 على 13. تمام، يعني عوضت انت وجبت الناتج. ايه عوضت طلعت الناتج. نعم. هلا نحن عند التعويض رح نحصل على معادله بمجهول واحد اللي هو الكي. تمام. تمام، بس احصل على قيمه الكي برجع بعوض بالمعادلات الثلاث الاولى، فاجت قيمه الاي. تمام. والبي والسي. تمام. وهيك بنكون حصلنا على نقطه التقاطع بين المستقيم والمستوي. تمام. اهلا قتيبة. اهلا، شكرا لك على هذه المشاركه. ايضا اذا استفدنا ايضا من الجداء السلمي في معادله المستوى والتعويض.
هذه النقطة فيها. صحيح. واستفدنا أيضا أن المستنشر توازي مستقيم مع مستوي. صحيح. أنا نقول أن المستقيم يوازي مستويا إذا كان جداء السلمة للناظم مع شعاع التوجيه يساوي صفر. أبناء الطلبة فاصل ونعود بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم أبنائي الطلبة مرة ثانية، ونعود ونتابع معكم الوحدة الثانية من الكتاب الثاني الجداء السلمي في الفراغ. تحدثنا سابقا عن الفائدة أو ما هو الهدف من دراسة الجداء السلمي، ووجدنا في الآن أحدى تطبيقاته أن شرط توازي مستقيم مع مستويا إذا كان الجداء السلمي لشعاع التوجيه لهذا المستقيم مع الناظم كان يساوي الصفر، فنقول أن المستقيم يوازي المستوي. يلا، ولدينا أيضا مشاركة من محمد من ريف دمشق، تفضل يا محمد. ألو. أهلا وسهلا. نعم. أستاذ عندي مشكلة بالمسألة العاشرة صفحة 69. المسألة عشرة صفحة 69. المسألة عشرة. نعم، متابع مع الأستاذ روان. أقرأ لنا المسألة. المسألة العاشرة. نعم، أقرأ لنا المسألة. ضل المسألة. أكتب بعد A عن المستوي B. نعم. الـ B إحدى زياده 2X. نعم. معادلة المستوي. معادلة المستوي. معادلة المستوي هي 2X ناقص Y زائد Z زائد 1 يساوي الصفر. نعم. والنقطة A اللي هي 1 2 ناقص 3. نعم. والسؤال المطلوب احسب بعد A عن المستوي B. نعم. في عنا مبرهنة بتقلنا تعطينا دستور. برافو عليك. ديستانس. نعم. بعد النقطة A عن المستوي B. القيمة المطلقة. القيمة المطلقة. على حبذا لو تكتب لنا. ديستانس. نعم. نعم. النقطة A عن المستوي B. القيمة المطلقة. نعم. 2 بواحد. عم تعود عم تحل دغري يا. تمام. محمد. محمد. ايه محمد. ايه. نعم. 2. 2 بواحد. 2 بواحد. ناقص 2. ناقص 2. ناقص 3. ناقص 3. برافو عليك يا محمد. زائد 1. زائد 1. بالقيمة على المطلقة على. تحت الجذر. تحت الجذر. 4 زائد 1 زائد 1. طب شو هي الأربعة زائد 1 زائد 1؟ نعم. الاثنين للتربيع. هدول منين جبتهم؟ هدول مركبات الناظم ما هي؟ من المعادلة. هي من المعادلة، هدول مركبات. نعم. مركبات ناظم المستوي، مو هي؟ تمام. صحيح. هن عبارة عن 4 زائد 1 زائد 1. نعم. بيعطينا الجواب اذا حسبتهم بالقيمة المطلقة ناقص 2. القيمة المطلقة ناقص 2 ناقص 2 على جذر الستة. نعم. القيمة المطلقة لناقص 2 2 على جذر الستة. وبالطبع ما لازم ننسى انه لازم نزيل الجذر من المقام. تمام. تعرف تزيل الجذر من المقام يا محمد؟ ايه. شو بنعمل؟ ما بتصير 2 جذر 3. ايه. شو ساوينا؟ هو ضرب. نضرب البسط والمقام بجذر الستة. جذر.
مشان نتخلص من الجذر بالمقام. بتصير 2 جذر الستة على 6 وبنختصر 2 مع الستة بصير عندنا جذر الستة على 3. نعم. وهيك بنكون حسبنا دستور بعد دستور نقطة. بعد نقطة عن مستوي. مستوي. نعم يا محمد. تماما. وصلت الفكرة. إذا أيضا من تطبيقات الجداء السلمي حساب بعد نقطة عن مستوي. نعم. لدينا اتصال آخر محمد من حما. نعم يا محمد. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا يا محمد. بس عندي المسألة رقم 8 صفحة 67. المسألة رقم 8 صفحة 69. 67. 67 تماما. يا محمد ضع لنا نص المسألة أستاذ لنراه. في معلم متجانس لدينا 6 نقاط اللي هن A1 2 0 تمام والنقطة B 0 1 تمام تماما النقطة C 1 5 طيب حبذا النقطة دي فتحة اللي هي مسقط دي كمان أعطينا النقطة دي احتاسياتها ناقص 11 9 ناقص 4 مسقطة على المستوي ABC نعم نعم المشكلة عندك في إيجاد المسقط المسقط تماما طيب حبذا لو تتابع مع الاستاذ روان حول هذا الموضوع نعم طيب نعم المساله نعم. عم تقول لنا في معلم متجانس نتامل النقاط عندنا نقاط نقطه ا اللي هي عباره عن 1 2 0 ونقطه ب احداثياتها 0 0 1 ونقطه سي احداثياتها 1 5 5 طب انا اريد ان اسال محمد ما هي فكره الحل عندك يا محمد كفكره اولى ماذا بماذا كيف فكرت انا رتبت شوي معطيات المساله يعني اوجدت الاشعه اي بي والشعاع اي سي لماذا اوجدت معادله المستوي تماما احسنت اذا اول فكره اوجدت الشعاع ابي الشعاع ابي ما هو الشعاع ابي هو بدنا نطرح البي من الا يعني تصير عندي الابي صفر عفوا ناقص واحد ناقص اكتب لنا استاذ ابي شعاع ابي ما هو الشعاع ابي ناقص واحد ناقص اثنين واحد والاسي هو طلع معي صفر ثلاثة خمسة تماما هل هذه مركبات الشعاعين متناسبة ام غير متناسبة غير متناسبة استاذ ماذا تستدل على ان الشعاعين اذا كانت مركبة غير مرتبطين خطيا استاذ الشعاعين غير مرتبطان خطيا واذا كان الشعاعين غير مرتبطان خطيا ما هل تعين مستويا؟ هذه تعين النقاط مستويا هل تعين مستويا احسنت وانا ما لاحظت استاذ منيح نبهتني مشان ثاني مره دغري كتبت معادله المستوي يعني. طيب كيف اوجدت معادله المستوي؟ فرضت انه ناظم فيه مجاهيل مين هي ان ان تساوي ا بي سي وبي وسي جيد استفدت من خاصة الجداء السلمي ان ضرب ابي ماذا يساوي؟ ناظم بابي يساوي الصفر وناظم باسي يساوي الصفر طيب اعطينا النواتج اذا كنت اوجدتهم النواتج طلع معي انا السي 3 والبي ناقص 5 والآ يساوي 13 لا. طبعا السي انا فرضتها فرض انه 3 قبل ذلك خطوة خطوة اريد ان الشعاع الناظم ان ضرب ابي ماذا يساوي؟ طلع معي ناقص A ناقص 2B زائد C يساوي الصفر تماما والثاني 3B زائد 5C يساوي الصفر 3B زائد 5C تساوي الصفر جيد و ماذا فرضت مثلا C؟ هلا أنا فرضت هون C هلا عند معادلة المستوي عم بقدر أطلع معادلة المستوي بس بعدين ما بعرف شو بدي كمل ما هي معادلة المستوي الناتجة؟ الناتجة معي 13X ناقص 5Y زائد 3 زائد ناقص 3 يساوي الصفر أعدها مرة ثانية 3X 13X نعم ناقص 5Y ناقص 5Y زائد 3Z ناقص 3 يساوي الصفر ناقص 3 يساوي الصفر هلا هي الفكرة فهمتها من الأستاذ المدرسة بس المسقط ما كثير على رأسك على رأسك قليلا نريد أن نتحقق من صحة الناتج نعم تماما إيه لا الناتج صحيح إذا توصلت أن معادلة المستوي ABC بهذا الشكل جيد الآن أنا أريد أقول لك هل النقطة دي فتحة تنتمي إلى المستوي ABC كمسقط دي فتحة بما أنه مسقط
معناتها لازم ينتمي. تماما. اذا دي فتحه هي مسقط دي على المستوي، فهي تحقق معادله المستوي. فلنفترض ان معادله احداثيات النقطه دي فتحه هي ا و ب و سي. تمام؟ تمام. والمستقيم دي فتحة، هل يعامد المستوي؟ دي فتحة دي يعامد فتحة. لأنه مسقط قائم أستاذ. تماما. إذا هل نستطيع أن نقول أن الشعاع دي فتحة مرتبط خطيا مع شعاع الناظم؟ صار مرتبط مظبوط. يعني هل نستطيع أن نكتب، اكتب لنا أستاذ، دي فتحة يساوي تي بإن، هل هذه العلاقة صحيحة؟ إيه صحيحة، لأنه الناظم بعامد وهداك بعامد، عمودين على شيء هو متوازي، مرتبطان خطيا، عمودان على مستوى يعني على مستوى واحد. تماما. أستاذ روال اكتب لنا دي فتحة هي آفة ناقص أحداثيات دي. ما هي أحداثيات دي؟ أحداثيات دي أحداثيات دي هي ناقص 11 ناقص 11 ما 11 عفوا 9 ناقص 4 ناقص 4. اذا احداثيات دي فتحة هي ا ناقص 11، ومين كمان؟ وبي ناقص 9، وسي ناقص 4 صار زائد 4 تساوي تي بالناظم. الناظم ما هو؟ الناظم اللي طلع معي انا اللي حليته 13 ناقص 5 3، فرضت السي 3 فيها. نعم 3. اكتب لنا استاذ هذه العباره. دي ا ناقص 11 دي فتحات. تمام، هذه العباره استاذي. دي الان يا محمد. ايه استاذ. هل تستطيع حساب ا وبي وسي من هذه الارتباط الخطي بدالة الوسيط تي؟ دالة الوسيط تي؟ نعم، يعني ا ناقص 11 ماذا تساوي؟ ممكن ا ناقص 11 ما هل لك ا ناقص 11 تساوي، تابع الشاشة، تساوي 13 تي. 13 تي تابع مع الاستاذ روان. تمام. الورقه قليلا. اي نعم. بي تساوي ناقص 5 تي. تمام. وسي زائد 4 تساوي 3 تي. تمام. اذا ما هي قيمه بي وسي بدلاله تي استاذ روان؟ معناتها الاي تساوي 13 تي. 13 تي ناقص 11. نعم يا عبد الرحمن. والبي ناقص 5 تي زائد 9. ايوه ايه طلعوا معي المجاهيل بدلاله 3 تي ناقص 4. تمام يا محمد. ايه ثم ماذا نفعل؟ هلا هون طلعنا الاي والبي والسي بدلاله الوسيط تي. هل نعوض في معادله المستوي؟ ولماذا نعوض في معادله المستوي؟ اي مضبوط، لانه دي فتحه بتنتمي، فينا نعوض هون. إذا دي فتحة تحقق معادلة المستوي، ففينا نعوض بمعادلة المستوي. تماما. فبالتعويض عن التي هي أي، هي عبارة عن إكس قيمة إكس، وبي هي قيمة واي، وزد هي قيمة، والسي هي قيمة زد. تمام يا محمد؟ إيه مزبوط. تمام، بالتعويض بقيم الوسيط في معادلة المستوي نحصل على قيمة تي، وإذا حصلنا على قيمة تي نحصل على أحداثيات المسقط القائم. أيضا هذا هو تطبيق آخر. نعم، شكرا يا محمد. أيضا كمان لدينا مشاركة أخرى من حلا، من حمص. نعم يا حلا. يعطيكم العافية. أهلي الله يعافيك، أهلا وسهلا. بس عندي استفسار على سؤال 22 صفحة 71. السؤال 22 صفحة 71. 71. طيب تابع مع الآن سوزان حول هذا الموضوع. نعم، اقرا لنا المساله يا استاذ. في معلم المتجانس او اي جي كي نتامل النقطه اي اللي احداثياتها 2 ناقص 2 2، والمستوي بي اللي معادلته اكس زائد 2 واي زائد 3 زد يساوي 5.
والسؤال اكتب معادلة للكرة التي مركزها A وتمس المستوي B. تفضل يا سوزان حول هذا الموضوع. نعم يا حلا، أنا لحتى أكتب معادلة الكرة لازم يكون عندي يتوفر أمرين، نصف القطر والمركز. نصف القطر والمركز، نعم المركز مذكور عنا صراحة بنص السؤال. أي تمام. مركزها A. كيف بدنا نحسب نصف القطر إذا الكرة تمس المستوي؟ هلا الكرة إذا مست المستوي معناتها بعدها عنه هو نصف القطر؟ تماما، البعد عن المستوي هو نصف القطر، معناته نحن رح نحسب الآر على أساس إنه هي ديستانت النقطة A عن المستوي B. تمام. فإذا منطبق القانون ديست اللي هو إحداثيات A بالمركز. تماما. طبقي يا حلا. بدي أضرب واحد بالقيمة المطلقة. نعم بالقيمة المطلقة. بدي أضرب بواحد باثنين. باثنين نعم. زائد اثنين بناقص اثنين. نعم. زائد اثنين بثلاثة. أحسنتي. ناقص خمسة. ناقص خمسة نعم. نقلناها على الطرف الأول. ناقص خمسة هذا بالقيمة المطلقة. نعم. بالمقام عنا تحت الجذر. بدي أخذ تحت الجذر واحد مربع. نعم. زائد اثنين مربع. نعم. زائد ثلاثة مربع. تمام. وهيك عم نحصل على الناتج. ما هو قيمة الناتج؟ قديش قيمة الناتج؟ هلا البسط رح يطلع معي 2 ناقص 4 زائد 6 ناقص 5 القيمة المطلقة على جذر ال 14. تمام. نعم البسط. عيد البسط، ما هو الناتج البسط؟ 2 ناقص 4 زائد 6 ناقص 5. تمام. على جذر ال 14. نعم يعني ناتج الجمع بالبسط؟ 1 على جذر ال 14. تماما. واحد على جذر ال 14 هذا نصف القطر. نصف قطر الكرة. تمام. طيب هلا شو بيبقى عندي اذا صار عندي مركز ونصف قطر؟ بعوض بالمعادلة العامة. بنعوض بمعادلة الكرة يلي هي اكس ناقص 2 مربع. نعم. زائد واي زائد 2 مربع. نعم. زائد زد ناقص 2 مربع. تماما. يساوي 1 على 14. 1 على 14 ار للتربيع. تمام. شكرا لك يا حلا على هذه المشاركة. تماما، على يبدو أنها طلاب جيدين يعني والمشاركات غنية حول هذا الموضوع. نعم نتابع مع الأستاذ أروال. أبي تحدثنا سابقا عن الهدف من الجداء السلمي وذكرت أن منها التعامد والإسقاط القائم ومن خلال المشاركات مرأوا معنا بالمسائل خلال هذه المسائل. أنسة سوزان، أين يمكن توظيف الجداء السلمي؟ الجداء السلمي له وظيفة اللي هي حساب كوساين الزاوية بين شعاعين، تجريب الزاوية أو كتابة معادلة مستوي مثل ما مرق معنا كمان قبل شوي بالمسألة، لحساب تجريب الزاوية. إذا كانت مثلا قد تكون الزاوية شهيرة، قد تكون الزاوية شهيرة نعم، وبالتالي يمكن حساب قياس هذه الزاوية. إذا بشكل عام أعطينا مثلا، أعطينا عدة نقاط من لديك مثال. مثلا في معلم متجانس لتكون النقاط، عندنا النقطة A 1 0 0 B 0 1 0 و C 0 0 1. تماما. المطلوب أولا نقاط. نعم ثلاث نقاط لنحسب أولا مركبات الشعاعين AB و AC. نحسب مركبات الشعاع AB نهاية ناقص البداية ونحصل على ناقص واحد واحد صفر. مركبات الشعاع AC ناقص واحد صفر واحد. طيب هلأ إذا طلبنا أحسب الجداء السلمي AB ضرب AC، فبتطبيق القانون X بX فتحة زائد Y بY فتحة زائد Z بZ فتحة نحصل على واحد زائد صفر زائد صفر. إذا هنا الجداء يعني استعملنا الجداء المركبات. نعم. نعم. الناتج واحد. هلأ بقى بالنتيجة استنتج قياس الزاوية الهندسية BAC، فاستخدم قانون الجداء السلمي AB ضرب AC. AB ضرب AC يساوي، مستخدم القانون يلي عنده كوساين الزاوية نظيم AB بنظيم AC بكوساين الزاوية BAC. الجداء السلمي حسبناه طلع معنا واحد، النظيم
نتذكر طبعا انه نظيم شعاع هو تحت الجذر اكس مربع زائد واي مربع زائد زد مربع، فنظيم الشعاع اي بي بيطلع معنا جذر الاثنين تماما، ونظيم الشعاع اي سي كمان هو جذر الاثنين، وبيبقى عندنا مجهول كوساين الزاويه بي اي سي. ارفع الورقه استاذ قليلا. نعم لا بالعكس تماما تمام. هلا كوساين الزاويه بي اي سي يساوي 1/2، ومن الزاويه نستنتج انه الزاويه بالقياس هي بي على 3، فاذا الزاويه الهندسيه بي اي سي هي بي على 3. لدينا ايضا مشاركه من دير الزور. نعم تفضل. نعم نعم بدي حل التمرين رقم 8 الصفحه 67. التمرين رقم 8 صفحه 67. صفحه 67. طيب تابع. هلا حلينا المسقط القائم. المسقط القائم, المسقط القائم. قبل قليل يعني بشكل سريع استاذ روال اعد خطوات الحل بشكل سريع. هدول نعم قبل قليل تم السؤال عنه، على يبدو انه هذا السؤال يعني يحتاج الى في عندنا المساله عم تعطينا في عندي استاذ روان حبذا لو شرحت خطوات العمل بشكل سريع. هلا هي خطوات العمل فينا نقول هي يعني مشروحه بخطوات نحو الحل. معلش حبذا لو توضح لنا. ففي عندنا الخطوه الاولى اولا نكتب معادله مستوي نطلقات A B C تماما، هذول النقاط ثلاثه بشكل مستوي تماما، معناتها بدنا نوجد هون معادله للمستوي مين؟ A B C. فخطوات عمل حساب الشعاع A B، بعدين في عنا بناخذ الشعاع A B وبنشكل الشعاع مين؟ A C مثلا، فبيطلع معنا شعاعي توجيه للمستوي وغير مرتبطين خطين من اسفل هذول عدم ارتباطه، فبعينوا معنا مستوي تماما. هون بعد ذاتهم بيطلع معنا ست نقاط لا تقع على استقامه واحده واحده. بعدين في عنا النقطة دي اللي هي بدنا نوجد الآن مسقط القائم للنقطة دي على هذا المستوي. حبذا لو توضح شكل. فكنا نفترض انه احداثي النقطة المسقط هو احداثياته دي فتحة تماما للنقطة، وساعتها بنحاول نوجد احداثيات النقطة دي فتحة نعم مثل ما وجدناها هلا قبل قليل، وبتشكل معنا لدينا بنحسب بعد ما بنعوض احداثيات الدي فتحه بتطلع معنا بدلاله تي تمام نعم في معادله المستوي تمام. هذه احدى طرق الحل. صحيح. يمكن هناك ايضا طرق اخرى، ممكن ان اجد الشعاع دي فتحه ممكن اضربه بالشعاع ابي واضرب ايضا الشعاع دي فتحه بالشعاع سي وبيطلع معنا معادلات وبنطلع منهم احداثيات. هذه ايضا خطوات الحل هي ذكرناها الان ناقشناها. نعم قبل قليل تم الحل حول مناقشتها وناقشت هذه بشكل جيد. انا اعود الى الان سوزان على توظيفات معادله الجداء السلمي، منها ايجاد معادله المستوي. معادله المستوي مثلا هناك مثال بصفحه 58، حبذا لو وضحت لنا هذا الامر. نعم استاذ، في معلم متجانس لدينا النقطة A 2 1 ناقص 3 والشعاع N 1 1 2 ناظم المستوي. نعم المطلوب أعطي معادلة للمستوي P المار بالنقطة بس الناظم A الناظم N 1 1 2 المطلوب أعطي معادلة للمستوي P المار بالنقطة A ويقبل N شعاعا ناظما. نعم طبعا نحن هلا هون حتى نكتب معادله المستوي نفترض وجود نقطه ام باحداثيات اكس واي زد متحوله تنتمي الى المستوي بي. انتماء النقطه ام الى المستوي يعني تعامد الشعاعين اي ام والناظم ان، وبالتالي جداؤهما السلمي يساوي الصفر تماما. طيب مركبات الشعاع اي ام بنطالع هون اكس ناقص 2، طبعا النقطة A مذكورة بنص المثال، اكس ناقص 2، واي ناقص 1، وزد زائد 3. بنطبق قانون الجداء السلمي، اكس باكس فتحة، زائد واي بواي فتحة، زائد زد بزد فتحة، فرح نضرب مع الناظم 1 1 2. الورقة على؟ طيب فنحصل على 1 مضروبة باكس ناقص 2، زائد 1 مضروبة بواي ناقص 1، و 2 مضروبة بزد زائد 3 تساوي 0. وبعد عملية النشر
نصل إلى معادلة بالشكل x زائد y زائد 2z زائد 3 تساوي 0. نعم بالإصلاح نجد x زائد y زائد 2z زائد 3 تساوي 0، وهي معادلة المستوي المطلوب. تماما. إذن من خلال الجداء السلمي والتعامد حصلنا على معادلة المستوي b. تمام. الوقت شرف على الانتهاء، وتوظيفات الجداء السلمي كثيرة، ونحن ما درسنا إلا ما طلب منا بالكتاب، بين دفتي هذا الكتاب، فمنها حساب قياس الزاوية الهندسية وتوظيفها في معادلة المستوي، ويمكن إثبات أن المستقيم يوازي مستوي من خلال الجداء السلمي، والمسائل كثيرة حول هذا الموضوع. ونشكر لكم المتابعة، ونشكر جميع العاملين في الفضائية التربوية، وأشكر الضيوف الأستاذ روال ندور مدرس في تربية دمشق، وشكرا للأستاذة سوزان التي أغنت هذه الندوة مدرسة في تربية القنيطرة. شكرا لكم.